في إطار المهام الحمائية والأمنية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية بغرض مجابهة كافة التهديدات والمخاطر الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الناجمة عن فعل التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تسهر على أدائها على ضوء تعليمات سيادة لواء المدير العام للجمارك الجزائرية بجاهزية عملياتية عالية وفطنة وحنكة كافة الفرق الجمركية المنتشرة عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، حيث أنجزت مصالحنا العملياتية بعنوان سنة 2023 2562 عمل ميداني، من بينها 500 نشاط ميداني مشترك ومنسق مع كافة الشركاء الأمنيين الفاعلين والمعنيين بأمن وسلامة الحدود والإقليم. وقد مكنت هذه التدخلات الميدانية من دحض 440 عملية تهريب لمختلف البضائع حققتها كافة المصالح الأمنية، من بينها 52 عملية محققة من طرف فرقنا الجمركية. وقد سجلت مصالحنا في هذا الإطار حصيلة محجوزات جد نوعية نفصلها فيما يلي. في مجال حماية الصحة العمومية أحبطت فرقنا 18 محاولة تهريب، منها 13 عملية تتعلق بالأدوية والحبوب المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيث أفضت هذه التدخلات إلى حجز 295,848 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 3 عمليات تهريب لمادة الكيف المعالجة، حيث مكنت العمليات المحققة من حجز كمية معتبرة تزيد عن 104 كيلوغرام، وعمليتي حجز لمادة الكوكايين قدرت ب 162 غرام، مع توقيف 27 مخالف وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وحجز 20 وسيلة نقل مستعملة في التهريب. أما في مجال حماية المستهلك فقد أفضى النشاط العملياتي إلى حجز ما يزيد عن 127,900 وحدة فرقعات مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى حجز 92,400 وحدة من مختلف المواد التبغية والسجائر، بالإضافة إلى 31,152 وحدة مبيدات حشرات ذات منشأ أجنبي، كذلك حجز 8,808 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع. أما فيما يخص مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين، فقد تم حجز 4,284 خرطوشة ذخيرة فارغة، بالإضافة إلى 1,977 وحدة عتاد حساس مختلف الأنواع، منها كاميرات مراقبة، أجهزة تسجيل، ساعات ذكية وبضائع أخرى. كما قامت مصالحنا في إطار الرقابة الجمركية على وسائل النقل والعتاد المتحرك بحجز 14 مركبة و51 آلية. كما تمكنت مصالحنا أيضا في إطار الدورة المنوط بها في مجال معاينة وقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من إحباط 21 مخالفة صرف، سواء في إطار مخالفات الصرف الناجمة عن نشاط التجارة الخارجية أو تلك المرتكبة من طرف المسافرين. وقد تم حجز مبالغ معتبرة في هذا الإطار من العملة الصعبة قدرت بما يزيد عن 109,400 أورو، 3,500 دولار كندي، 1,908 دولار أمريكي، وما يزيد عن 355 غرام من معدن الذهب. وبصفة عامة وفي إطار النشاط المنازعاتي المسجل على مستوى إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، تم تسجيل 6026 ملف منازعاتي بقيمة أو بمبلغ إجمالي للغرامات المستحقة قدر بما يزيد عن 2,454 مليون دينار جزائري. ونؤكد في الأخير وفي إطار تنفيذ دائما تعليمات سيادة لواء المدير العام للجمارك الجزائرية المسدات في مجال نشاط الفرق والوحدات العملياتية على الجاهزية التامة لفرقنا الجمركية المجندة على مدار الساعة بالليل كما بالنهار وفي كل الظروف لحماية الاقتصاد الوطني لضمان الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والاجتماعي وأمن وسلامة مواطنينا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.